وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. عقدة إدلب لا تزال متواصلة، خصوصا وأن أردوغان عندما ذكر الجميع بالقرم، مسلمي القرم التتار هناك، وأن المسألة مسألة احتلال، في خطابه للجمعية العامة للأمم المتحدة وجدنا في الاتجاه الآخر تحريك إدلب بالطائرات والقصف بتيو والقصف بالمقنبلات. نحن لا نتحدث اليوم إلا عن تجريب 16 سلاحا على الأقل روسيا في هذه المرحلة على وجه التحديد. عقدة إدلب تتواصل اليوم، أفيابروت تحاول أن تؤكد أن جنوب إدلب، جنوب الطريق الآم 4 المحوري، جنوبه اليوم انسحب منه الأتراك، وبالنسبة لهم فإن شمال آم 4 عموما سيبقى بمثابة حصن دائما حسب توافقات لسوتشي، وأن أردوغان كأنه عاد إلى تلك الاتفاقيات بما فيها بروتوكولات قد لا تكون متاحة. إذن العملية اليوم بالنسبة لإدلب، المعروف عن إدلب، أفتح قوسا لأغلقه، أن منذ أن كان هناك رئيس الآلهة إدد، أو التي هي اليوم أدد أو مدد بالعربية المطورة عن الأرامية، سنجد أن هذه المنطقة كانت استراتيجية، كانت هي طريق الحرير. إلى حدود هذه اللحظات تعتبر إدلب في الاستراتيجيات الصينية بأنها المحور. تخيلوا على أن مدينة محورية تستحق حربا بهذا الذي ينظر إليه الصينيون وأيضا الروس ومن جهة أخرى الأتراك. ونحن ندرك هذا الصراع الحدودي ما بين سوريا والأسكندرون وهذه المناطق المتاخمة بين سوريا وما بين تركيا، وما أثرت به على أمن المنطقة كلها. مهم جدا أن بالنسبة لإدلب اليوم تحولت إلى عقدة لسبب رئيس، لأن بوتين يريد أن يوضح أيضا للأتراك أن وجودهم غير شرعي، لأنهم غير مدعوين من حكومة تعتبرها على الأقل روسية بأنها الحكومة الشرعية. وأيضا هناك حوارات مع الأمريكيين، هناك رغبة في عودة سوريا الأسد إلى وضعها العربي السابق عبر وساطات خليجية وأيضا افتتاح سفارات. هذا يعني مباشرة أن هناك مرحلة أخرى، هذه المرحلة ستكون بمثابة قطيعة مع ما سبق. لكن بالنسبة لتركيا، لديها أولا فاتورة إنسانية، فاتورة لاجئين وفاتورة أخلاقية وغيرها. لكن مهم جدا بالنسبة لكل هذا أن نجد الاستراتيجية الروسية واضحة، لا تنظر السياسة الإقليمية والعالمية إلى أي شيء اسمه مبدأ أو غير ذلك. كل ما هناك هي المصالح الحيوية، ومن ثم المصالح الاستراتيجية، والدفاع عنها جزء من سيرورة الدولة وإمكانية زوال نظام على ضوء مصلحة وهكذا. إذن ما دام قد حرك أردوغان ورقة القرم والوحدة الأوكرينية، الوحدة الترابية والمائية والبحرية الأوكرينية، خصوصا أن حدودها في البحر الأسود قد خرقت، فأهم ما نراه اليوم أن هناك قصف مباشر عبر غواصتين روسيتين ضد سفن حربية أوكرينية بما فيها مصاحبة، هناك سفينة بحرية بريطانية مصاحبة لسفينتين أوكرينيتين وتم قصفهما. المسافة قليلة جدا إلى درجة أن هذا القصف كان مؤثرا للغاية. هذه الزاوية الأولى. الزاوية الثانية، الهجوم المتكرر بالمقنبلات الروسية. إذن الرسائل واضحة، ما ادعاه أردوغان بأنه احتلال للقرم يدافع عنه الروس بالغواصات. والغريب أنه لأول مرة يحدث
أن غواصة نووية في مياه القرم اليوم ستصل بعد 3 ساعات إلى 4. إذن هذه هي النقطة التي يرد بها من الآن الروس بطريقتهم وبرسائلهم أيضا. إذن هذه هي النقطة الأولى على صعيد البحر الأسود وعلى صعيد دفاع أردوغان عن الوحدة الترابية وما سمي بالوحدة المائية لأوكرانيا ومصالحها في البحر الأسود. إذن هذه هي اللحظة العسكرية التي تحسمه مثل هذه النقطة على وجه التحديد. هناك مسألة أخرى بالنسبة لسوريا وخصوصا إدلب. عندما نذكر أن إدلب هي في منطقة جد استراتيجية ليس على حد ما يقوله الصينيون أو التاريخ القريب بالنسبة لطريق الحرير، ليس هذا فحسب، هناك شيء آخر. هناك هذه المنطقة الشديدة الحساسية والتي تربط ما بين الجزيرة السورية إن صح التعبير والمناطق الزراعية وما بين مناطق الشرق وما بين اللاذقية وهذه أو الميناء. نحن نتحدث عن 29 كيلومتر ما بين إدلب في حدود إدلب مع اللاذقية، يعني أن المسألة هنا مسألة استراتيجية بالأساس، ولا بد بالنسبة لا للأتراك ولا لبشار الأسد أن يحسموا هذه العقدة. هذه العقدة شرسة جدا. هناك قصف تركي شيء مؤكد ضد الجنود الروس، وهناك أكثر من ضابط قتل. على كل حال هناك أكثر من 14 ضابطا وهناك مسؤول عن الاستخبارات، كل هذا قتل في إدلب في هذه الأيام الأخيرة في هذه التطورات الأخيرة. إذن إدلب شكلت ولا تزال تشكل هذه العقدة الحقيقية بالنسبة للجميع. لذلك فورقة إدلب تساوي القرم من الاتجاهين. على العموم هذه ورقة بتلك واحتلال بآخر من التفسيرات التي يرغب الكريملين في اللعب بها. إذن هذه النقطة الأساسية. وما حدث كما قلنا بالنسبة للغواصات التي ضربت البحرية الأوكرانية نفسها التي تحاول روسيا أن تصوره الآن في جنوب إدلب، في جنوب الطريق المحوري الأنفور، في جنوبه اليوم فيه انسحاب على الأقل كما تقول أفيابرو، كما تقول طبقار، كما يجمع الإعلام الروسي بأن هناك إذن شروط قبل اللقاء، خصوصا بالنسبة لشمال إدلب عن جنوب الخط المحوري أو الطريق المحوري الأنفور. إذن هذه نقطة أولى يحاول الإعلام الروسي ترويجها. المسألة الثانية والمهمة للغاية أن استخدام المقنبلات من جهة واستخدام الدرونات لانسات 3 للتأكيد فقط قبل يومين سقطت الدرون الروسي لانسات 3 وهو الموجه والذي لديه اتصالات عالية جدا وأيضا بالنسبة للتوجيه ولو بالغواصات النووية. لانسات 3 سقطت أو أسقطت. بالنسبة أيضا بعد إسقاط لانسات وجدنا حطاما لتيبيتو، ولكنها ليست التيبيتو على كل حال، هي هو درون يعتبر تركيا، ولكن إلى الآن لم يحدد ما هو طرازه. على كل حال ليس هناك ما يثبت إلا أنه درون تركي يعمل، يعني لانسات هناك 3 المطورة وليست لانسات 3 المعروفة، وأيضا بالنسبة للدرون التركي. إذن استخدام لعزل الدرونات وهذا ضمن يعني حالة المقنبلات عزل الدرونات بالنسبة لحضور الغواصات النووية أكثر من 6 في طرطوس وأيضا في المياه المقابلة للاذقية. كل الإبحار يتم عبر التهديد النووي. إذن التهديد النووي الروسي على إدلب وعلى تركيا أصبح واضحا ومكشوفا. فعندما تتحرك أكثر هناك 4 موجودة، يعني الغواصات
التقطت لها صور معروفة، مررتها أفيا برو، توب كور، كل وسائل الإعلام والقريبة أيضا من المخابرات مررت صورة الأربع غواصات نووية هناك. لذلك فالإشارة إلى مثل هذه الغواصة أو أكثر على الأقل حسب الأمريكيين، فهذه الغواصة غواصات ليست نووية، وعلى الأقل غواصة نووية أبحرت في اللاذقية، هذا المؤكد، يعني أن التهديد نووي. وصل الأمر ليس إلى المقنبرات وسلاح المقنبرات، بل إلى عقدة أشد باستخدام السلاح النووي على الأقل في المناورات. إذن التهديد النووي لإدلب انطلاقا من شاطئ اللاذقية أصبح واضحا ومكشوفا. إذن هذه هي اللحظة الحاسمة بالنسبة لإدلب. يتذكر الجميع من يذكر وجها آخر من اسم إدلب عندما يذكر أنها إيد أو يد القلب. فعلا اليوم في الآرامية فإن إدلب هي تماما لب، هي اللب لب، كلها تقصد القلب تماما، أو اللب في العربية. وأيضا بالنسبة ليد القلب، وعندما يذكر السوريون يد القلب فكأن العملية اليوم وقعت على قلب سوريا، وهناك صراع مرير بما فيه بالغواصة النووية في هذه المنطقة الحساسة على طريق الحرير. والصينيون ينظرون إليها بطريقة مختلفة، الأتراك، الروس، بشار الأسد ونظامه، المعارضة أيضا، إذ ترى أن هذه لحظتها ولا يمكن التفريط، لأن الاحتياط الاستراتيجي كله والنقطة الاستراتيجية الأهم هي في إدلب. إذن الصراع حول إدلب هو صراع حقيقي شديد ودولي مهم جدا. ما يزال الأمر بالنسبة لحلب أنها مثلا مركزا ثانيا، مركز اقتصادي قد يكون الأول في سوريا، دمر عن آخره، لكن المنطق الاستراتيجي ومنطق طريق الحرير هذا يختلف فيه الأمريكي الذي لديه ورقة لوزارة الدفاع حول إدلب لوحدها أكثر من 16 صفحة كلها حول إدلب. أيضا بالنسبة للصينيين، الروس، إذن أهمية إدلب للجميع صعبة للغاية، لدرجة أننا يمكن أن نقول إنها يد أو قلب الصراع الآن. قد يذكر الجميع عرب إبلة، قد يذكر الجميع مملكة إبلة، ومن تلك الحالة إلى اليوم لم تعش إدلب نفس الصراع أو نفس الصراع الدولي حول هذه النقطة على وجه التحديد. إذن القدرات اليوم المواجهة بالنووي لإدلب، وأيضا من ضرب الغواصات ضد السفن الأوكرانية، فبالنسبة لتحريك كل من ما يسمى بالغواصات النووية الروسية في البحر الأسود وأيضا في اللاذقية، هذا يعني مباشرة أن اللقاء هو لقاء تحت النووي، تحت ظل النووي، وهذا الذي يريد أن يوصله بوتين بعد أن سلم كل أوراقه وشلح كل أوراقه، بعد أن وضع كل أوراقه على طاولة. هذه الطاولة على وجه التحديد هي طاولة المفاوضات المباشرة ما بين أردوغان وما بين بوتين. أردوغان من جهته هو يعرف كيف يناور، ولذلك فهو طلب من جهة الصخوي 35 والعودة إلى هذا البرنامج مع سلسان، أيضا بالنسبة لجميع ما يسمى بالمشاريع المتوقفة، خصوصا بالنسبة للآس 400 في دفعة ثانية، إلى غير ذلك من كامل التفاصيل التي يمكن اليوم تأكيدها، لأن مجرد أن تكون هناك قدرات حقيقية في الصراع بشأن هذه المنطقة التي يمكن القول مع أننا أمام من 36 41 شرق إلى 35 47 35 47 شمالا، في هذه البوتقة على وجه التحديد يتحدد مصير سوريا. لذلك فإن هناك ضغط شديد على أيضا وتفاهم أمريكي روسي عبر إسرائيل حول إدلب. سنكشف في وقت لاحق هذه الصفقة
بالنسبة لإدلب بعد التطورات الأخيرة التي أرادت الولايات المتحدة الأمريكية سحب تركيا إلى جانب إسرائيل بطبيعة الحال، سحب تركيا من هذه المناطق والوصول إلى ما يسمى بالتوازنات الثابتة بين الأمريكيين والروس والعمل الإسرائيلي الكامل في هذه المنطقة، وهذا الذي توصل إليه تقرير كامل لاستخبارات البنتاغون عرض على الكونغرس وهو موجود على كل حال. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.